ثلاثة في هيدا الملعب الكبير اللي بيلعبوا فيه تلاميذ وبيتقاسموا في الفرحة. منهم في مجموعة ظريفة مؤلفة من لوي، ألكساندر، كلارانس، دانيال، إليزير. بس في أدريا وحيد بيتمنى ينتمي لهيدي المجموعة. في برونو. أهلا. كيف الشباب؟ أهلا. جاكا. هي مش عليتي حياتي شكل صعبة. اي والله صعبة كثير. كثير. حسيت؟ انه ما قلتولي مبروك. عشو يا بابا؟ عالجاكات حق بلاوي. لك روحي يا عم تكون اخذها من خيالي كبير. لك بس يا شباب بتضلوا تعلقوا هيك مثل الاولاد. ما قلت لك بس بدك المشكلة. بدك تفكر. وين الساعة يا زلمة؟ وصيت على ساعة؟ كندا. كندا. ذهب. شباب؟ شباب؟ في يقعد معكم؟ لا حبيبي ما بتصعب على روح قد حالك. شو الزيارة؟ حرام لكم لازم يقعد. إذا مش عاجبك روح اقعد معه. حرام يا شباب، أدريان شاب كثير منيح. كثير منيح. ولك شيلونا من سيري على أدريان، ما بعرف شو اسمه. ما أعطيت لون رأيكم بالجاكيت. كثير حلو الجاكيت، هي كثير حلوة، ريحنا منك من الجاكيت، شرفك. حبيبي. ليش هيك عم يتعاملوا معي؟ شو الغلط فيي؟ يلا معلش بجرب بكره. والشباب هلا عمول عمول لفة لفة برون فاشينا. الله شو بحبوا يهرجوني يا زلمة. حبيبي في شيء جديد؟ انا اكيد في شيء جديد، في شيء مغير فيك بس ما عم بعرف. قولي رايكم بالصباط. الصباط ما كثير حلو. ما تبلش دخيلة دخلك وين بتشتري كل هالاشياء؟ لا بتدفع حقك انت، كنت ما بفهم بص عليهم في وصاية. انا عشان اقول بس بيناتنا شباب هذا بيساعدني بالبروبلم. لا اخي ما عندنا حدا شاطر. انا والكساندر مستعد. اتمنى بضاعة عليك. بونجور أدريان. بونجور شيف فرير. تفضل اقعد. ليش لحالك يا أدريان؟ طول عمري اتمنى انتمي لهالمجموعة بس ما عم يقبلوا فيي. ما بعد أهم. حجرب على قد فيهم. ان شاء الله، ميرسي كثير. الله يتوجهك. ألكساندر إليزير، بدي أحكيكم بموضوع. من شوي كنت عم بحكي مع أدريان وقال لي إنه مش عم تقبل يكون معكم المجموعة. ليش هيك عم يصير؟ أنا وإليزير رفقة معك سباقية. لا من أسمى معاني الأخوة تتقبل الآخر. كرمال هيك بدي إياكم تقنعوا مجموعتكم إنه تتقبلوا إنه يكون أدريان معكم. طيب ماشي شباب، نجرب شباب. أنا وإليزير فيكم موضوع مهم. ما تقلي عن الجاكيت اللي جبناه امبارح أنا وياك. لا هيك هي شو بدك تطلع؟ خلص ماشي حالك. شو العقلية يا زلمة؟ إيش حالك؟ شو الله كمان هيدا أدريان؟ إيش وبقى أدريان؟ لا إيش هي؟ شاب كثير منيح. كثير منيح. على طول بجرب يحكي معنا بس أنت ما بتقبل. يا حرام. أمشي ريتي؟
الحياة ملعب والشاطر يلعب. حدا من اخواتك نفس الشيء؟ لا حدا بيعبر عنه. الكسندر لا انا برايي ما نعطيه وجهه وجه خاصه صح ليش؟ خلص انتوا على طول هو تمشوا بآراءه، اذا هو قال لا انت بتقولوا لا، واذا هو قال ايه انت بتقولوا ايه. عم تحكيهم هيك؟ بلا ما تحكيهم هيك. انت بتحمل مسؤولية ما حدا يقول رح بحمل حدا دائما نفس الشيء. لحظة ضروري انت عشان تحكوا ما اذا قدروا يا شباب اسمعوا شو اللي عم بيصير شيء كثير غلط، في شباب كثير منيح مثله مثلنا دائما بنكون رفقة معه. إذا لويس ما قبل يقعد معه نحن ما رح نقبل. لا كلنا لازم نكون رفقة معه. نحن ما عندنا مشكلة مع أدريان، بس إذا لويس ما قبل نحن مش حنقبل. مظبوط. يا مش هريدي كلمتان قم معي ناشو ما لك شوار صغير برونو حلا عندي بشرفك شوار عادي هاي معاك طاعة ما بدي زبطهم هون يا لحظة يا جن ناشو طبعا خلص هاي مش عادي وطنة كرمالة قم عادي قم عادي شو لويس فكرت كرمال أدريان ما تحكيني بأدريان شرفك ريحوني منه بدهم يحكوا معه يحكوا معه أنا ما خصت بمعه يا كلنا بنقعد سوا يا ما حدا بيقعد شو رأيك؟ خلص تاكي؟ طيب يلا عملنا لأ شو بدنا نعمل؟ بس ليكو؟ بعتذر منه بجيب له كادو؟ ايه خلص برونو بجيب له كادو شو من برا بجيب له اياه؟ خلص يلا مش الحال انت كيف فيك تقعد معنا روح معك هونيك ايه معنا يلا قوم يلا قاعد هاي بدك تاكل ليه 30 سنه صاحبي معك ولا مره طيبتين اخر شيء معك ساعه واحده على الطاوله يا شو هالعجيبه ليش هيك قلبته ملاي ادريان من اسمى معاني الاخوه انك تتقبل الاخر والله احلى كادو لك ميرسي بس اوعى تبيع عليها هذه غالي من ريحه جدي الله يرحمه وهيك كل صار رفقه تعميك الفرحه بيناتهم فمننا الستاتش بالعبره اللي هي معنى الاخوه تقبل الاخر
بس